بسم الله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أين أمهد علينا إن مجلس كينا ربي جن كريم كائنو تامي لي إن كوكولانو وينو سهلي مجلس كائن الوقت كوكولانو إنغو أوكولاني دروس تاني إسكوحيك تاي حلقات كي إسكوحيكي كسا بسنا أحكام تبشر رمضان وحينو إن شاء الله. طبعا برنامج كو حطوس وغب حياء ولا غدا وانا يترب شنك عالمي سومالي كابل سيدو كده تحقق دقيسو كان وحلقة دقيسنا يا قل كأمهات النور وقفكي دون ايانا وكلاس عن كرامانك استاينو حقا مغال كلاس عضو وطوص وجر هذا وحينو ما تكغال لدونا ما داما اينا سو هيان او اينا قبا قبا دي طمانكي دحاينا كجرنو او طمانكي قدن بي اي فود سو سارين الله تبارك وتعالى نويدي سنة انو نقارسيو إنه أدير قرون طوانكا سو سعودة و الله تبارك وتعالى خير بدن و دحرقي ولاله طوانكي هوري يطوانكا دحي كسو فايدة استينا أي من جديد نشاط ديرادة إيا جهد ديرادة أي قليان طوانكا هبين سو سعودة و إن شاء الله كغهل دون حلقة دا وقه رسائي مانتا ليلة القدر غا إيوه كودة ذلك النبي كودة ذلك صلى الله عليه وسلم تمانك دميتو حلقة تنكوح اكتنا إنو كوحر دونو أحكام اعتكاف كوليه هاي سي إيوه الله وضع داتكو أي فهمين أي تمانك دميتو مركا وغصوه كشو إن شاء الله والله وضع ما الموضع كلمان إنو شعال الله هاي إنو الله وضع درسي اسكوحر إنها دي لها إدمو ليلة القدر وهبين سنتك هبين ندى كتر وفضل بدن أفضل الليالي السنة هوي هبين كاسي عمل كاللغو السمية وناكسن وحو كفل لبني هيكون بلود أو ليلة القدر أيسن كتر نعماش اللغو السمية وهبين الله تبارك وتعالى خير بدن وكشاقي وخير بدن إلهي سبحانه وتعالى علماء وحيدا سديتن يصدح صنية دور بلود أي القيمية إن هبين كاسي عمرك قفك إلهي وقارسي إنت عملك وناك سنة هبينك وكلي مادو وحا أي كف اللي بني هاي كن هبين أعماش الله قصمين أيو ولذلك ربي قينا سبحانه وتعالى هبينك قدر كيس كرو قاضي الشأن قيسة وربي يري إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر قرآن كوحان كسو دحد الجنب ورب ليه سبحانه وتعالى هبين قدر يا شرف صاحبة محاكو قيسي هبينك ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ورب هبينك ليلة القدر عمل كالقلي ما دئي وناكسن وكخير بني هاي كم بلوت عمل كالقلي ما دو ليلة القدر أيسن كجرين الله تبارك وتعالى آيات كروح وكلي هاي إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم
هبين كامركا مباركة ليلة قدرقة هبين أبا هو يمؤمنين تي مؤمناتك إني كوكا بلان وكالهر تغان إن أي كود دالان هبين كهرادين تيس و الله تبارك وتعالى أي ويديستان إنو ربي وافتيه سبحانه وتعالى ولذلك النبي قال حديث عام ومضى وكره الله يو أجر ككتر هبين كيسقو التنمام النبي قال وحوي من حديث أبي هريرة في الصحيحين النبي قال وحوي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم أو من ذنبه طبعا قفكي استاغو النولية أو كفايد استاغو قيام الليل كعمرو كنولية هي قراءة القرآن هي ذكر هي دعو لما طاعات كوردن بالربامين كاين لقليو وحويري نبيغو استاغو أو رميسا وهمين كا الله تبارك وتعالى وناغا أوسيي استاغو رميسا فضلك هبينك او حساب سنه اجر كربي دوشيسا وحالو دافيا دنبغيسي ايو النبي صلى الله عليه وسلم امنا عائشه رضي الله عنها حديث صحيحه واي نبي كورينيسو ايي وحي تري كان رسول الله حديثك و كو سو اروري مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحوها يجتهد في العشر الأواخر نبي وحكود ذلك جري طبان كدميتو أي رمضان ك ما لا يجتهد في غيره سئوسا أقود ذلك هبين ندو طمنات كهوري يطبان كدحي صلى الله عليه وسلم سيكحوك بنبو أقود ذلك جري نبي طبان كدميتو وكا نبي صلى الله عليه وسلم مركا لغن كي وكل لغمي جري طبعاً كدما يتعب بشهر رمضان آدم النبي وجود ذلك شري طاعات كلا دول بل النبي سيكليكم أجمعين طاعات ك ومدنا وفرهمين كأني كفى إدريستان حاسس كيسي وقيسس كيسنا النبي وكوك عن شري إن الصلاة هي ذكرى هي دعاء كقريب قاتان والله تبارك وتعالى عباد الله سيحوشيان ولذلك حديث عائشة أي كنت ما تي وعتر كان النبي إذا دخل العشر نبي قو حديث طبعاً كدما إساق شو شد مئزرة نبي قو حجسان شري مئزر كيس أولاق وضع نبي قو كفقان جري هوينك أو تفرق جري التفرق للعبادة عبادة نبي قو تفرق جري صلى الله عليه وسلم وأحيا ليله همين كيس ودنا نبي قو كنو لين يي صلاة يذكري هي الدعاء لما عماش أصولنا بنبو كن علينا صلى الله عليه وسلم وأيقظ أهله أهل كيسنا النبي صلى الله عليه وسلم وأكعنا يي سيأي وقيب قاتان صلاة هي الدعاء هي الذكر إني كقيب قاتان وددالان بنبو أكعن جري أهل كيسا وإن مرك النبي اللقود إذا صلى الله عليه وسلم ووالدين تو إي قويسسكو أي صدياريان هبينكا يطمنكا دميتو هبينكا كوچرا سينو تلمامي دونو او وليبا قويسسكا يا أولاد لما طاعاتك ربي سبحانه وتعالى لوك إيايو العبادي استابا لدوني هدبا هبينكا ليلة القدر اهي ولا ريال وحا النبي انو الشرعيي هدي قفك اوافق وألا لكل ميو دعا مشروعو اللقو دعيستو حديث النسائي بو كسو من حديث عائشة رضي الله عنها إذا ترف قالت يا رسول الله رسولك الله إن وافقت ليلة القدر فبما أدعو رسولك الله هدي أن هبينك ليلة القدر كبك مو رسولك الله محاك دعيسته محان إلهي كبريا جل جلاله كل كاسو صلوات الله والسلام عليه وكير عائشة رضي الله عنها قولي وحاتر هذا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني الله وربي كريم تهي أوم وحعفية عفقنا واجعش ربي ويعفده اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني سيدا كدعي سأوله وأنا سيدا وافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام
هل لقود عيستو دعاء مأثور كان نبي كسوغن صلى الله عليه وسلم. هذا الليلة القدر وليلة في كل سنة هبين كتروي سنة كستا هبين كتروي هبين كاسنا وهي باقية إلى قيام الساعة إلا قيام الساعة أي قنتنا هبين كاسي باقي بونقون أيام أو ولم ترفع لمرفع وأنا السيدة منهجك أي قبان أهل السنة هبين كاسي إنو يهي هل هبين أو كتر سنة كي أودن سنة كينا وحو كغجرة بشهر رمضان طمان كدميتون كغجرة هبين نضا إسلاربون كغجرة. طيب إلى قيام الساعة أنا باقي بنقونا يلمن الرفعين إن الله رفعين وحا الدليل نبي قلنا وحا كسوغا صلى الله عليه وسلم وحا الرفعية وهمينكا إلا أقاد همينكو كوبيغن يحي همينكا عين تيسال الرفعية. لماذا؟ ليجتهد العباد في جميع الليالي الرمضان خاصة تمنك دميتو إني كد دالان أو أي ليلة قدر كجر تمنك مالمود إن حق الله وذا صار درتين أي الله قريي صار درتين حديثك كسو أروري أنس حديثك أنس بان ليها كسو أروري بخاري أي وحو يري أنس أخبرني عبادة بن الصامت صحابي لي هذا يوحي شغي أن رسول الله خرج يخبر بليلة القدر نبي أصوب حيث ليلة القدر أمضه شيخ كل كاسا فتلاحى رجلان من المسلمين لما نبا ضوضي وبوقي ومسلمين تكمد كل كاسا النبي يري إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وحان أصوا بحيب النبي يري صلى الله عليه وسلم إنا إذين خبروا إذين شيقوا هبينك أي كوبيغان تهي ليلة القدر كل كاسا بوق يدود كرد شيء لبنين هبل يهبل كل كوال الرفعية النبي يري صلى الله عليه وسلم وال الرفعية ولما النبي يقول وعيد غرق عشيقان والي هلمانسية أموان هلمامي وال الرفعية مركامينك كل كاسا النبي يري وعسى أن يكون خيرا لكم وحصور تقله إن قرنت على قرية خير إذين تهي فالتمسوها في السبع تضبك كرادية والتسع سغال كرادية والخمس شان كرادية تروين كإسرير كدح رادية النبي صلى الله عليه وسلم هذا بها بينك ليلة القدر أهي تختص بالشهر رمضان وحي خاص كتهي أول لغه ليا سنة كيوردن وحي لغه ليا بشهر رمضان سيد عبد الله المسعود وقبه وبعد السلف ما هي بش رمضان كري أي كل حاجة تامين كاس ولذلك ربنا هي إن أنزلناه في ليلة القدر قرآنك وحسود الجني هبين قدر الصاحبة بارك الله أخر يا ربي قولك سولي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فما شهد منكم الشهر فليصم مركب بشهر رمضان إلا سودجي قرآنك هبينك اللغة سودجي وهبينك ليلة القدر وبالتالي تختص بشهر رمضان ليلة القدر بيكو خاصة. طيب صادرت هبينك ليلة القدر قاي بشهر رمضان بو كتشرة هبينك سمركا ما دام بشهر رمضان كتشرة وأنها تنتقل في هبين نداسي طبنك دميتا خاصة هبين ندى إسلير بيكو دحوريكيسا طبنك دمي رمضان بيكو سيجرتا هبين ندى إسلير بيكو دحوريكتا صادرت هيد إني هبين ندى كو دحوريكتو خاصة هبين ندى إسلير بيكو جرتا واحد دليل حديثك الصحيحة نبينا عليه الصلاة والسلام كسوغن من حديث عائشة أو كسا أروري بخاري نبي صلى الله عليه وسلم أيها وحأويري تحروا ليلة القدر كرادي هبينك ليلة القدر ليلة القدر في الوتر هبين نذا إسلير كرادي كوي لباتن صدح لباتن شني لباتن تضوي لباتن صغال لباتن كرادي
هبين ندى إسلير كرادي أو من العشر الأواخر كمد أو من رمضان رمضان كمد هبين ندى إسلير بحي كتران طبان كدميتم طبان كدميتنا بحي كمد هاي رمضان مركا هبين ندى تعروا ليلة القدر في العشر الأواخر أو من في الوتر وان ليها من عشر أواخر من رمضان كره هذه النبي عليه الصلاة والسلام وعنها الصيعة الدين إياه وحكم كاسوك الإسلام ومن لم يدت المامة يا حديثك في الصعيد في الصعيد كسو أروري النبي يري أريت وحليت الصي ليلة القدر هبينك ليلة القدر ثم نسيتها أو أنسيتها هذا بنوان هلمامي هبينك ليلة القدر أما والله هلمانسي كل كاسو النبي يري صلى الله عليه وسلم فالتمسوها كرادية أيو النبي يري صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر كرادية أولي بطبان كادميتو في الوتر منها قيبت الوتر كرادية سيدا سوك حديثك ابن عمر مسلم كسو أرويواتو ننكي كوريوضي أو رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27 نمبا وحو كوريوضي ليلة القدر أن يكون بينك هبينك تضبي اللواتنك قل كاسا فقال النبي نوح يري أرى رؤياكم في العشر الأواخر وحان أركى رؤيدين أن يسكوها فضطمان كدميتئ فاطلبوها في الوتر منها أوحد كدلبتان وتر جيدا طبان كا وتر جيدا كرهادية هذا هبين كاسوسان تلماني وهبين وريق يوي ما استاق يو هبين نوحو تقي كوي لباتن هبين وحو تقي صدحي لباتن هبين وحو تقي يشاني لباتن هبين وحو تقي يتضبي لباتن هبين وحو تقي صغاري لباتن حكمة اللو قريانا وحوية إن لقد دالو وهبين ذا صورنا جهد يو حوق الله صارو وان هبين كلي الله طال صارا لكن حلق النبي عليه الصلاة والسلام هدينو ايقنو waxaa jira waqtiyo ay ku beegantay nusuustu ay suqtay waxay ku beegantay habeenka 22aad iyo habeenka 23aad bay ku beegantay xilliga nabiga kaleh salaatu wasalaam waxana daliil wa hadiiska bi saciid oo qayb kamid soomarna fi saciinka ku soo aroray anna rasuulullaahi kaana yaqtakifu fil ashr al awsad min ramadaan nabiga wuxuu i'tikaafi jiray 10ka dhexe ee ramadaan فاعتكف عاما نبي قال مركا السند وحو اعتكافي حتى إذا كان ليلة 21 إلا هبينكي كو إلا باتنات بريم ريكولا هبينكي دوي إلا هبينكي كو باتنات بأن نبي قال اعتكافي سند وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافي وهبينك النبي الصباح دي اعتكاف وكسو بحجريوي كل كاسا النبي وحاو يري من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر قفك إلى اعتكافي تمنك النحي تمنك أغد ميها اعتكاف محايا لقد أريت هذه الليلة وقد رأيتني يعنيها أسجد في ماء وطين من صبيحتها نبي قوحو يري وحليت الصي هبينك كان أنيق أو كس جودية بيو يروبو صبح ديدا إيه مرقصوح النبي قو يري فالتمسوها كرادية في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر بوير نبي نوحي عليه الصلاة والسلام وفي رواية وتقصمنا من كل وتر كرادية طمان كدميتو كرادية هبين كستاء وتر يبو النبي غير كل كاس أيا فمطرت السماء السمدي بحروبيسي فكان المسجد على عريش مساجد نوحوها مطلوبي عريش كسب يسنبوها يقريو فوقف المسجد مساجد كبا صدروري وحير أبو سعيد الخدري فبصرت عينا يا رسول الله على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21 وحي اندهيق قبتين نبي صلى الله عليه وسلم أو
وجهيسا اي كو يالان يعنها بيو اي دوبو صبحي كو اي لباتنات نبيغن واتو يري وحان اركي انا دوبو اي بيو كسجودي كلكه waxay ku beegantay 22 xilliga Nabiga Cali (saw) kadalik waxay ku beegantay 23kii Ramadaan way ku beegmatay sida xadiiska Abdullah ibn Unais ee Muslim ku soo aroray uu yiri Nabiga (saw) uritu laylatal qadri laylatal qadri ba laytu sayb ayuu yiri thumma nasituha daman nawal hin ma aw unsituha wala hin mansiye وأراني صبحها أسجد في ماء وطين صبح هذه وحن أركي أنه بي يكسو جوده يطلبه النبي عليه الصلاة والسلام كل كاس أيها عبد الله بن أنيس ويري فمطرنا ليلة 23 هبينك صدح لباتنات بان للروبيي فصلى بنا رسول الله النبي أيان نتجيي فانصرف النبي وكبحي سقو أوه وأثر الماء والطين على جبهته وأنفه سوى وجهه يسنكي سبيه يطوبع كيال وكان عبد الله بن الرئيس يقول 23 عبد الله بن الرئيس وحي أرنجري صدحي اللباتنك أي كوبيغ انتهي ليلة قدرك أي أرنجري هل كاسوس جسمين جري لبدا هبين كوي اللباتنك بش رمضان إي صدحي اللباتنك بش رمضان هما أرجى ليال عند الشافعية واللبدها بين مذهب إمام الشافعي أي كبيغان تهيو الرجحين كوي لباتنك بش رمضان يصدح لباتنك بش رمضان وهما أرجى ليال عند الشافعي ولذلك أركيسا هبين الناس ذاتك مذهب الشافعي التقليدية أما يعنيها لولك مذهب الشافعي لقاها يستو كوي لباتنك أدو مساجد اللو بوحية أما صدح إلى تنك والا بوحيا محايا ليغو أو هبي الناس أيهين مركلا ديريشان حديثك عبد الله بن أنيس حديثك أبي السعيد هبي الناس يكون بيغان تايساسا لوحوشيا طيب وحا إيادان السوغان إن أي حلقي النبي أي كو بيغان تاي تضبا إيالباتان بشهر رمضان وحانا كسو من حديثك من عمر عند مسلم رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27 نبينا أويري أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها ونبي كرادي أويري صلى الله عليه وسلم كلك هبينك تضبيرها تكره ويكون بيك أنت وحن أتقد أن أبي أولي وكل أعرانا أيها هبينك جسمين أيها أتقد أن هبينك تضويل لواتك النبي السجار وحوق الصاري أو هميك قيام الليل وكحل سيد حديث كان عمان البشير كصاروري النساء وتلمامي دون غير كيبة حديث كاسي وحيري عمان البشير قمنا مع رسول الله من شهر رمضان نبي أيا لإستاغني بشي رمضان ليلة 23 بان نبي قلت كني إلى ثلث الليل الأول هبينك مركز صدح من الله قيبي هبينك قيبت سووه رئيس أيان لا استغني ثم قمنا معه نبي قوحا لا استغني هدنا ليلة 25 إلى نصف الليل وحان لقعني الصلاة دي النبي قلت كان إلا هبينك النسكيس ثم قمنا معه ليلة 27 هبينك تضبي لواتك النبي قوحا لا استغني الصلاة دي ما لاتو كاني حتى ظننا ألا ندرك الفلاح إلا هبين كان نبي قلت كحل إرادي أن مدني فلاح إلى نقاني فلاح وإكوضا صعورت وكانوا يسمونه الصعور إلا أن كبغني أما أن ظنيني إلا أن كقاري نين صعورت إلا أن صعورنه نبي قلت هبين كآدب وحل إرادي تضبي لغاتنك سيدوك الحديث وحجر أبي السعيد سعين كسا أروري نكلا زر ابن حبيش باوحو يري سألت وحن ويدي أبي ابن كعب سعابيك سان ويدي محايا سعابيك سوحا أو كد دارن جري جسمين جري ليلة القدر هبينك تضبي لاتنك يعني كوب بيغانت كل كاسو زر ابن حبيش سألت وحن ويدي أبي ابن كعب فقلت وحكوري إن أخاك ولالك ابن مسعود يقول وحير هذا من يقوم الحول يدرك أما يصيب
ليلة القدر قفك سند كيوردن استاجة وجمهور كأيو عدام سعود اجتهاد كيسكو خلاف يوم لا يتقدر سند كونن بكجرتا وطن سوجس مني ونيري سند كومجرتا وحي كجرتا بشر رمضان خاص كتاي خاصة طمان كدميتو خاصة من هذا الإسلام حديث وطن قصوت المان مركا وحير ابن مسعود إن أخاك ابن مسعود يقول وحورانيا من يقوم الحول سند كقفك استاغا يصيب وأصيب وشرديه جملة من يقوم فعل شردك ويجواب شردك أنه يصيب وأصيب يا ليلة القدر بوير ابن مسعود مركز سويري أبي رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس الله أنه حريستي وحو لجهدا ضدك إني سن يعنيها تلصارا همين معينة إنه قد علم وأغيهي أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27 وأغيهي إني رمضان كجرته وأغيه طبعاً كدما إني كجرته وأغيه بين كتطبيل باتن إني كبهي عبد المسعود وأغيهي بويري لكن هبين قارة أي تلصارتان أيو الصداء وضع كل كاسو ثم حلف أبي نارتي لا يستثني إسغو نارتي سكسو ربين وإنها ليلة 27 بويري هبين كلا تقدر وحي كبهي انتهاي هبين كتطبيل لباتن زر ابن حبيش بويري قلت وحكوري بأي شيء تقول ذلك يا أبا منذر أبا منذر محات حجك هو أتكرق أنا يسهبينك تطويل أعطاك أن يكون بيغان تواضي وكل عرانا ليلة قدر هميك أن يكون بيغان تهي محا على مدي يؤتشيدو أما محا عدين كوغا يعني بأي شيء تقول ذلك يا أبا منذر كل كاسوير بالعلامة أو بالإمارة التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة إما إشارة أما علامة أما إمارة نبي قلنا الشيخ أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها نبي قلنا الشيخ ما ننتا إني صبح يدا وح شعاع إيا فلا رأي اللهين قل راح تاسا مركا نوء علامة إني كبيغان تهي تضبي إلا باتنك على مدى سأل نبي قلنا وقعنا مدية بشر هذا ما هبينك ليلة قدرها إنه تضبي إلا باتنك بيقانتها وهي أرجى ليلة عند الجمهور جمهور أهل العلم وحي قبان يقول حديثك الدليل الشنية إي حديثك من عمر صومر إي حديثك نعمان البشير هبينك تضبي إلا باتنك إنه كبيقانتها هبينك الليلة القدر ولذلك مسجد وحركيسان هبينك تطبيل آتنك وحوي آدي آد ميل لقلي كرمله هبينك وحوي واللوض النولين حيالي وأرجى ليلة عند الجمهور أما عند الشافعية هبينك هو اللواتن يصدح اللواتن أياهما أرجى ليال عند الشافعية وعي سؤالات قبطان إن شاء الله وكتوا بدون أنت إنو كجرنا برنامجك الله تبارك وتعالى هيدن بركيه محال لغو قرانا يهبين كان ليلة القدر وعلامة حديث كي أبي سعيد وحن كسو مرني إن يري نبيك أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها يضو وح شعاع لهين أي صباح دا قرح دا يدو صبح وعاك روجر حديث كسو أروني من خزيمة وإن شاء الله وحي تليفون وإذين فريهين وخذتك ولا لها سؤالها قبا وحي كسابسن سؤالا بشه رمضان يحكان تيدا وإن شاء الله ويصوي إكرا وانا كجواب دونا وعجل الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وسنو ورين أيو علامات ليراد الشيقية وكسر من قزيمة يبيهغي غير كيبة ونبي قال يري ليلة نبي قال يري ليلة طلقة ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح شمسها صبيحتها ضعيفة حمراء وهبين يعني السمحاء وآدي آد قبونا أنا هين كلين لأهين معتدلة صباح ذا قرحة يدو حساب حيث يدو قدودا وضعيفة أنقوي أهين
هي صوب حسا علامات كان مركو قفكو مركو أركو أما وحو قرانا يا ونبقو كتل مامي وانا هبين ولما ملائكتو أي سودكتو حتى جبريل با سودك يا إلا قرحضو أي كصب أصيرا بقرآن كوشكي جل جلاله وهبين نبت قليوي وهبين ملائكت ربي أي نلك هري ريسو وملائكت أي سودكتو خير بدني بركة بدن با سودك يا هبينكا هبينكا سائنا الصوهي أيها الأخوة والأخوات طمانك دمينو كجرتا مركيان لا دبدعن او يان يعنيها لا لا ان عبادته لغا لغا تعاقص لغا سما تكاسل لغا سمينين وان نشاد يجهدي يجديد ان شاء الله الا جديد سدا او لو ددال ان نغه بحسن قد كو جرا هلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قد كسوا اي هبين كان مركا ها اسكو دين اناد يعنيها ميل غار انت كو علامه هبين كان اسك فديستيد هبين قار انت علامات كدغتيد شيخ عثيمين وحي هبين كاس واوريغا حافظ الحجر ساسو كلو وله هبين كا واوريغا انت سو اقوال بو كسور نقلين يا حافظ الحجر فتح باريغا كل كاس ايو وحو كسو خلاصينيا مركا حديث تاسو دن سي لو جمعيو ان اي يعني وحا وي هبين كاس ويا هبين وريغيا او هبينده اسدهر اي 10 دمه كو جيره هبين بسند ولبنا او كو بيغميو هبين قار مركا 10 دمه دن بال ربا ان لوو دادالو ها اسكو دايين إنا الهبين قار انتا اسكا اقفلي ستيد اتلا دي اللي لعاوي كو بيغ انتا او مركا هدنا هبين كلا اي كو بيغ مطو ملع الله هبين كان فلي ستيد هبين كلا و هبين رلتي سيادو هشيد طبان كا عشو او نن لغو دا داليو سياد وحاو ستيد فايدة دا اي فضلغا هبين كان كجر ليلة القدري ها وما ادراك قد با كجر فلي هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صدق ولا كسروس عشان هاي تها وحن كويدينا يا إن دمر بانو هاي غرقانا نفكتو كنا إن طبعا كادم بقى ما إنا نتقن مساجد كأو تهجد كرجع رعنا أو تكنا أو مساجد كأنو فضل بدن مس غرقان أو عن هبين كورن كور أنت عن كارك كنوك إبادة سنة يا نو فضل بدن وما صنعت قط كل حاجة هدول شر السؤال كنا إن شاء الله سؤاشا قبلها ولا شيء أنا مغريسين أنا قدوم ربنا أيام كتو كنا قرية أيام كتو كنا كل بعد السنة ساجد كم يعني وأنا أحسن إنهم كتو كنو سقرة أيام كتو كان كرنا هدي رجع إذا قبى أما قيسس كنا وضياشين أيدين فصحان مساجد كنا كتو كتم وكتو كان كرتان واحد بقى تعمله إذا كوا رجع يجمع الجماعة دي اللي تو كنا إياه وحي لي نبي وحي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله هؤدي دينا أدوما الله مساجد إلى هدي إن كائن قاتل لكن بالشروط هو أنتم مركب بحث وإن الحجاب كنا قبتم وإننا أي سنوع عذورة إيوه محوها أي سن مرسن وأنا إن فتنة لقى أمين يا هاي هدي أتقولي إن كنت كتان وأده لي كريسة قولي إن هذا كنت كتان وتكل بعد ستان يدنا وذلك ريسانو وايدي وناكسنت هايو في النوينكا يو دباتوينكا ايات كامان هريسانو الله تبارك وتعالى هل كنا كنت كذا قفك لكن مساجك التقية دباتم ولا نبقى حتى اقرسيي ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة مركا دو قفك لاتو كذا امامك الا ووترك لاتو كذا قيام الليل بالله قرية ايضنا وحبا دباتم مركا ان شاء الله وإذن بنات مساجك إنها تقتان ورجعنا نفوت كتاب السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأكو جرى قدك أنت كدرازي قصة ولا بوا سؤال شاد بحيت ولا لا ها سلام عليك الشيخ وعليكم الشيخ حامد السلام عليك السلام عليكم السلام الله وبركاته ولا بارك الله فيك أختي سؤال بوا ولا لا شيخ وأنا وفي أنا الحمد لله مجعي نظيف عليها هيك صوره نظيف سؤاش هذا هيك ودقل مرك الشيقه وحر انا وحا قفت انت عايشونك انه يغتغ بشه ما جعلي وحا مرك وحا اي قف او سكر قبتنا وا اهي مرك سكرتينا وحا وي وقتي انا ازدره وايه marka waqtiga da isdurana mar mar ilbada dhiga ay imaanaysa isduraya
مركا عربتي اسدرو وانا صومنا هاي شيقو جزاك الله خير خير على كسي شي حامد الهي الدرتي سنكوجع الله شي حامد بارك الله فيك الله يكفيك على امير الاذين ان شاء الله مركز شيقو رمضان كي لما يقول كان يساعدنا انا عفرنا من جعلي وما صنت هاي نظيفه ان شاء الله هي جزاك الله خير اد بضم هالصنت هاي الله اكو بركي وقفك كحيقة سؤال شكو حيقته ان شاء الله قفك تلفك هاي سكاك قابيو مركو هلا يوسي عن قدك وقودنا وهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وانك السلامي أدقي إلى أمان إذا عبد إن معي تشيق والسؤال عن قضاء قبر صاحب الدي آد يأد يقوري رسي أن السؤال ولا بالسؤال شيخ إن هل سؤال وصونك إن هل سؤال وصلاة الشيخ قبر دا إن صاحب الدي آه شيخ وحيتر ما إن صونك دن وحيتر عارض يعني قبر يرسن إن وحيتر و وإلي إيماني سدح بري أفر بري حدنا أفر بري عدلا نقونا قللنانا حدنا أفر بري حتى اسكو ما تحني ترى مركب ما أفر كرا ما حنكو حسابي هي ترى ما عاد عادي أنا ما أهني ترى على الأس وحي ترى صنكي وإذا جبا حدنا محيطه وقللا وقويسنا واستاهرنا حدنا وإذا جبا حدنا وحي ترى لو ما نحيطا ويكو صنطا يمشيقو وحي رايها اسكفر مبرو اسكسو على شاني تنبر هدو نافو مركا علماء إنا وبندقنا وان دهاي مركا شيخو هرتكاسنا نغا جاهل بسسد إلهي قيرها قسيو تلواد معلن شيخو salaad weysada ciribta in la ciribta ma ciribta ka warran ma ma ciribta biyaha sidee lagu dhahaa haddii ciribta qalalnaato ama mafaraha mise waa ciribta meesha laga bilaabay ciribta biyaha loo badiyo bal taasna insha Allah niga jaahil bixi ilaahay khayr badan ha ku siiyo miisaanka xasanaadka ilaahay ku qabo Allah ku barakeeyo walaal jazaakallahu khayr ilaahay ku xifdi adigana khad kala hadu ku jira insha Allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعلى السلام وبركاته. أي سؤال هو سؤال شاذ ولال؟ أقل حوالين كويتيين وسؤال كوساس الصلاة إن صلاة بكيت هاي جاهزية أو إمامك وغير أخرنا هيو قف كداس ومحيلا هيو فاتح لأنه أخريو والكاسيس كوافق الساحة ديسك هاي إن صلاة فاتح لهان مع صحة ما يسوء إيو آيات القرآن كي ممكن إمامك القرآن أخرنا هيو إنا باقي ستة يا مكان سيرس كوا فتشين كراقيو جزاك الله خير جزاك الله خير خوف الخلاع كوتشرا إن شاء الله سؤال شكو حكته الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام سؤال أولا وعليكم السلام سؤال شهادة هلو 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 ها ولا سؤال waxa weeyaan qof weyn baa waxay tidi markaan tukanay hadii naqasiga buxo wadaad la tukanay ma la si wadaya haye qof kale waan soo tahay qofka ku xiga insha Allah halo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh halo assalamu alaykum wa rahmatullahi السلام عليكم ورحمة الله سؤالها أن أقود بمركة إن شاء الله قبل أول عشر أقول لك سؤال شيء إذا سنكر بان قبا وأنا كسوة ما حسأهاتي مركة غار كود وان استورا وإربادي وان استودورا سنكرتا سون كان وان شعلها هي سون كان سومان شعلها هي سيلا ليغا ايغا ايمانايا اربدان اسكو دوريا مغااركا اربد يار لوغو درو ميو سونكي ليغاس اوغا جمينايا اولا هورتا الهي اكو بركاي نظيفو حنوندا لباي او قيب سبان حنونو قفكا قبا نولشيسا لا سونايو او قفكي او سن كدا يعني كسولي حنونكاسي او عمرغيسا سيدا سكرتو كليتو حنونا سرطان كو كليتو كو كليا داد كالغام ميرو حنونا نوع عصو كليتا داد كو داد داو كنولوي و داووين وليبا سكرتو قيبا عدق بيلاد هاي والغي يابا ان قيبوه نوع يدادو قاركود بالقومسو مكسير خاتير بدنا ايشيغين
dadka ahlu cilmiguna ay ka hadleen marka hadii aad ku soomi kartid laakiin rabbi wuxuu leeyahy waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun inaad yacnaha soontaan baa idiin wanaagsan haddii aad ogtihiin ayuu rabbi ilaahi subxaanahu watacaala ku wax garanaya haddii aad tihiin inaad soontaan haddii aad ku soontid oo dhibaataysi kugu haynin oo aad irbadaadana aad insha allah markii loogu tahay ama habeenkii ama waqtiga aad isku duri kartid haddii aadan ka maarmaynin markaa way ku banaanta dhiigga ka imaanayana sideeduba irbaddu haddaysan ahayn irbadaha faleebooyinka sonkorta iyo biyaha oo kaleeta u dhigma oo booskii cunitaankii cabitaanka gelaya oo qofka xataa iyaga haddii lagu daro uusan u baahnayn cabitaan iyo cunto uusan u baahnayn kuwaas weeye kuwa cuntada lagala mid dhigay ee la diidayo laakiin irbadaha caadiga qofka hadduu isku duro ama xidid ha isaga duro ama murqaha isaga duro kolba haddaysan irbadahaasu aysan ahayn irbaduhu soonka ma jabinayaan dhiigga kaa imaanayana soonka waxba yeeli mayo waxaa la mid a dhiigga faraha laga qaadayo marka la taxliilinayo caafimaadka qofka kan gorarka kaa imaanayo kan ilkaha marka la cadaya imaanayo waxaasoo dhan wax daliila looma hayo soonka inay jabiyaan soonkaaga marka saxiix buu noqonayaa insha allah haddii aad ku soontidna haddii aadan soomi karin oo sokorta ay kugu dhib tahayna dadka loo khiyaarka siiyahay baad ka mid tahay in ay cuntada bixiyaan oo dadka waaweyn ee da-deeda aweyne aan la soomi karin waxaa la haleeshiyay xanuunada aan dadka aysan ka bogsoonayn almarad alladii laa yurjaa bur-uhu qofka laakiin badanaa dadku way ku soomaan way isku dayaan hadda khayr badan baa ku jira sida rabbi u yiri wa an tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun dhibmana marka su-aasha ku xigta waxa weeye gabadha walaasheena ta laba su-aalood mid gabadh saaxiibta ayaa dhiiggii caadada uu ka wareersan yahay kolla waa u imaanaya kolla waa go-aya kolla daahir bay noqonaysaa kol dhiiggii baa soo noqonaya wareerkaasi si gabadhiina cibaadadii daacaadkii oo dhan baa khalkhal ka galay sidee bay yeelaysaa su-aasha waa laysoo faray tiri su-aal iyadaa qabto oo xagga weesaday ku saabsanay su-aasha hore xaydka sidiisaba rabbi waxa uu yidhi wayas'aluunaka can ilmaxiid qul huwa adan factasiluu nisaa fi lmaxiid alla tabaaraka wa tacaala xukunka wuxuu ku xiray xaydka hadduu adaagaa iyo xaydku uu joogo walidaalika xaydku yaraanna ma leh sida raajixa badnina ma leh sida qaalibka unbuu 7 iyo 6 casho noqdaa laakiin in la oran kara dhiigga xaydku intaasaa ugu yar daliil looma hayo intaasaa ugu badana daliil looma hayo saa darteed alla tabaaraka wa tacaala joogitaankiisa ku xir nebiguna sidoo kaleeto joogitaankiisa ku xirayo waa tuu Fatima bint Xubaysh uu yiri ha faidaa markay ka sheegatay dhabar furanka rasuulka allo inii laa adhur bay tidi afa adacu assalaa markaasuu nebigu wuxuu ku yahay calayhi salaatu wasalaam innamaa daalika cirqun walaysa bilxayda ee faidaa aqbalat ilxaydatu fadaci assalaa waidaa dahaba qadruhaa faqsilii canki dama wafii riwaaya waqtasilii wasalli wafii riwaaya thuma salli tuko yacnaa dhiigga iska nadiifi markii qadarkiisii tago qubayso oo tuko marka nebigu wuxuu ku xiray Faaduma hadduu dhiiggii uu joogona xayd isku tiri qadarkiisii haddii uu tagana ee qubayso oo salaadii tuko marka dhiiggaasu alxukmu yaduuru maca cillatihi kolka xaydku wuxuu ku wareegayaa uun yacnaa markuu joogo iyo markuu tago laakiin sida qaalibka haweenku waxay leeyihiin 7 casho ama 6 casho haweenka caadada dhiiggu marka hore ku dhacay bishii labaadna ku soo noqday kadibna caado yeelatay dhiiggii bishii xilli bay leedahay oo ay dhiiggaasu joogo qadar 6 casha ama 7 casha lixdaa casho iyo 7 casho waana naaqusi karaa waana saa'idi karaa waxaa laga yaabaa 3 casho inuu dhiiggii ku qabto dabeedna aad 4 casho ama 3 casho tuhri heshid inta aad tuhriga heshid waad qubaysanaysaa waad tukanaysaa waad soomaysaa haddii uu soo noqdo weli stageka xaydkaad ku jirtaa maxaa yeelay dhiigga xaydku waa nusqama waana saa'ida walidaalika caaisha waatay tiri haweenka markay suufka xaydka usoo diraan ayaa waxay oran jirtay haa ha degdeginina ilaa qasata albayda aad ka aragtaan haa laa tacjalna xataa tarayna qasata ilaa biyaha ricimka ka yimaada ee muujiya
يعني هكبرني إنه رحب كريم هذا إنه حيت كجو أي إلا أدركت أما الجفوف كأدركتان قليلك هدي قد جنين ولا حيت سكتري أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إتم مركه هدي صدع عشو أي حيد هشو لبع عشو أي طهر إيش لبع عشو ويتكن إساس إذا راجع أي ماذا قار كنا أي قبال ويسق هذا نساء ويتكن إساس ويقبل سنة إساس ويتكن إساس وينصوم إساس هذول لبع عشو كده بصون نقضه أيامي حيد كأياس يا إذاي حيد بسكتري نساء هذا إم إساس أيه وذا إساس هذول سيس عدا كور عن ماذا قار كده حيل الله ثمان عشو جمهور كلك وحبي بدين الله شن يتمان عشو شن يتمان كعشو هدول لي قاس السعودة ويديني سبيش وغوريسا شن يتمان كوحي كدم ميا ويتوجين يسليك فساد بالغوح عبريا حكم كدور كفرنك أما ليك فساد كبقادنا يا ويقبيسنا يسا كور شن يتمان كوحي كدم ميا ويقبيسنا يسا أو طبعا نو استاهرين يسا أو ويتوكان يسا أو ويسوم يسا ولو بديك كالسعودة اعتبار سين ميسو وحيالها ديقة للسجل عليها يستعمال إيسا نيكي دو أوتي كرا هذه رمضان تهي اللي حلقة هبينكي هذه إيسا رمضان لقود شرين حل والباء أو يعني أي طاهر تهي وأوتي كرا وي الصلاة إيسا وي تكن إيسا قرآن كي بيتامان إيسا كتابكي مساعد كي بيكون نغان إيسا وي اعتكافي كرتا وي طواف إيسا زوج كيدي والله كل مكرا أحكانتي كبرنا حيث كاقب تمركي طاهر نغوتي قادان إيسا هدي وبشكل سيدا كوسو نقضه ما حيث سمعيني سامركا ما دامي عادل هانجرتي بشهر ولا شيقريني ما دامي عادل هانجرتي أيامه عادل أولا هيد لحدي عشو أما تضوضي عشو ما دام نرشي دولان أنا بشي ونوض حيد بين نقطة كبار دي إلان ديق دبرفونا كوار ديقان استاقين ديقي مركا عادل ما دامي لهيد ومعتاد أي هيد أيامه عادل هانجرتي مركا وحيس كترين إيسا شن عشو أما ليه عشو مش أول كذا آخر كذا إذا قرنيسا كورد قبل وياك أنا حلق حيتك كل عام مركز سوى عسكوت ترينا يسال ليه عشو شن عشو أنت عادوا لعيد إن حيتك قفتو مركز ليه هذا عشان أما يسطو ويقوم يسنى سهدنا خلاص أصلا مركز صعون يسال هدي أي سن عادة اللهين لكن أي ليج كلا تقانو مميز على جرادايو ليج يمدك يسال كلا تقانا حيتك وامدوي هاي أرن وعلي هاي حنون يقبل شن وعلي هاي ديق دبر فرن كان وادي خفيفه ويه كل كاي لبد ديق ميدب كودي كلا غراتو واتو نبي كو يري مخو كو يري ام حبيبه واتي وساس كو يري مركي وقدر كديقاغي مركا مميزه ديق كلا سارتو قود هدي نقوتو وا ان يحمنا يكو ودا يري نبي علي غبداس كلي وحي غبدا دبر فرن ودا قبا اهايين مركا صحابيات كاسي مركا هدي ديق مدو أركله قبشة عرقت وعليك حيتك أنت الصلاة مسوم يسوع ومتو كان يسوع أحكانتي كمان حيتك قبتي قاعدة نساء ليك خفيف كه جدود كده عرقتنا يدنا صاصو كلاتنا ليك حيتك ويكو بيسنا يسوع خلاص مركا ويتو كان يسوع وسوم يسوع هدي أنت هذا أيسن لهين عادة هراء أيسن لهين وحكو عبرته ليك أيسن كلا جرنا ينن مركي وري دور فرن وكل عي ليق أنا بفرن كبر كوري إلى واحد يدق إيه وكل عينه هذا وين كبشي عادة أتم هذا لي عشرة وتضوع عشرة قبلين هرا عادة أملا هين ليق ده بفرن كقبل وضي حيس ما ينسى هؤين كمسلمين ت مسلم هؤين كمسلمات كأسيد وحيدان بشي لي عشرة أما تضوع عشرة سوء بنيهين أم إيدلي ذي هواريات ذي ولاش ذي قرابة ذي هوسو إيه جيسا وقت أي حيدان أنت مع الموضوع أبدًا تهاي بس بشي حيد سكتري نسا لي عشرة هذي تهاي أما تضوع عشرة سيد حديث النبي محمد وكيري فتحيدي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله بل والبنى صاص السماء سمرك كبدا ولا شينا سؤال شيء روحي كسوك بجوسة أيامه عادة أولى هيد أيه أنه غني صديق كان منتي أهيد أيه عارض سكوتر نيسا حيد سكوتر نيسا دمنه وقوي سنيسا ويسوم نيسا إن شاء الله أيامها قلل كيشان ويسوم نيسا وين تكن نيسا أما ويسدا ويسدا فروض بلاده ومنها الله دقي يوحى كميد لغها إلا عنق وقاميش لفت سوتا أغن إلا لقت انت صنم بالله دقي حديث عثمان بارتين مامية يعنيها عمران بن حسين حديث كي زيد من يعنيها عبد الله بن زيد بارتين مامية حديث كي أبو هريرة تين مامية حديث لن هذا مسوى الدريلين كالوقت غير مركا يا ربي أقران كي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين مركا انت صلاه دقيا لغها مركا عربتو دقيده كليسا دقيده سو غليسا تو نبي وينو للعقام من النار تو اركي دد
عربتودي ميل دبيح عمله وبيو إيسان قارب ويويلون للأعقاب من النار وادي نار تكوية اللي هلاك بأسوك نادي عربه وادي قاسو نار حقيقة هذي مركا إلا نميسر وحمنه ودنبع الله نغيا عربتون ويكمي تاي إلا عنقو قان الله نغيا إن شاء الله سؤال شكو عكتو وحن جعله إن جنيك دورك السؤال دينا بوفسي وقتي وإيقاد ما هذي صلاة الجهرية دابو ولا ليري فاتحة إيه آيات القرآن كرب إليها دي آيات القرآن كالآخرنا يدقيس سيلة سوا فجنية فاتحة وحكمي تهي ركن من أركان الصلاة واتو حديث عباد النبي كي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قفك صلاة آخرين يعني صلاة أمص ملها قف فاتحة الكتاب آخرين وركن من أركان الصلاة صلاة وإن لي ماذا سيلة الله إيمانية العلم وحيد هذا أنت وإمامك آمسي هاي أيا لقاقر سين أيا أمرك فاتحة أخريه قداشي والله أخرين أيا قاركون نوحي لي أنت هو دعويك وهري أخنا أيا الأخرين لكن لا بد إن التي ما دوي فاتحة أما آيات وحا الوحا مباري وحا وهي الصلاة لها بحوها جهرقة إمامك التي كان يسيد إن لقاقر ستيد فاتحة أخري لكن صورتها كلاته إن أدري ستيد علماء قاركون إليهين حتى فاتحة هي القرآن كبا صلاة الجاري وقفك أخرين ما دام النبي يعني أويري محوها ما دام ربي أساس له لكن سيدة راجحة رقعات والبوض أخرين سفاتحة كدي من آياتك كليتو أخرين أيوة أدري سنيسا وعن أخرين إيسا إنت أو إمامك أمسيها بعد أخرين إيسا وإن هذا أخرين إيسا مركز صلى الله جمعين يا علماء قاركون نوحي إليه صلاة الجاري فاتحة إمامك كحنبارة يا مأمومك ونوضع قار كتبة كتغي وأنا أدل صحيين أدريشانيان أما الصلاة ده سرقة قفك فاتحة ده والله إيمانية قولوا نصاصي كل جمعينية لك سيدة راجعة يعني الشيخ عثمين يعلموا ده جمهور كبائي رجحيان وإن صلاة والبا أما الركعد والبا فاتحة ده الله أخرية وحلقة إمامك أو أخرين يكدمون آد أخر السامر كلما فاتحة ده قبر باتري أنا والصلاة كوجر سويت كقلت وكان أيام نف إجتمي صلاة مصي وذن أيام سواء كبح حيوات كبح حيسا محيي على النفط وحكم بتاع من نواقض الوضوء والصدق وحكم بتاع وتو النبي يري عليه الصلاة والسلام يعني وهو لا يقبل الله الله أقبل ما الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ الله أقبل ما يقف كين صلاة إلا أكوي سقاطه مركو إناد وسقاط صلاة وتكبح حيسا وهو يعني وصو سقاط نيسا وذات كان كل جيسا سقى صلاة الصيوف وذا نيا هدي الإمام تهاي وذو مركا مثلا هوين تهوين تجنا السنة ومركا عصينه وسقاط قام نفته أي كتم هذا قف مؤمنين تكمل أي صهر مريا وبوس كذي قليا هدو رجع نيم بصهر مريا قف بو إشارة صهر مريا يسوون وصو سقاط نيا لكن صلاة كم سيجري كتم حي لي وصدوا يكاتب طيب خلاص مركا إن شاء الله أنت ساين كسو كوبي دونا وحي سؤالا وكالتنا وحكي جواب دونا حلقات خصوصة عضو وبالله التوفيق وجزاكم الله خير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.